بمناسبه رجوع دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا هنعمل تشكيلتين. التشكيله الاولى مكونه من اللاعبين اللي تاهلوا لدور ال 16، والتشكيله الثانيه من الفرق اللي ما قدرتش تتاهل للاسف وما قدرتش تعبر دور المجموعات وخرجوا بره المجموعات. عندنا لقاءات جباره جدا يا شباب، فقبل ما نبتدي تنساش تحط اللايك لو دلوقتي تشترك في القناه، عايزين نوصل الفيديو اكتر من 60 لايك. يلا يا شباب نقدر. خلي بالك انا منزل على القناه الثانيه تحت الديسكربشن منزل عليها فيديوهات كتيره، فروح اشترك بقى واعمل لايكات بقى وحركات، ويلا بينا على طول. زي ما انتم شايفين هنلعب الريال، بما انهم الريال وبرشلونه ابرز اثنين يا شباب، دي اقوى الفرق المتاهلين، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ وريال مدريد، دول اقوى الفرق المتاهلين. على الناحيه الثانيه دول اقوى الفرق اللي للاسف خرجوا من دور المجموعات، وكانت مفاجاه وصدمه كبيره لينا، اليوفي وبرشلونه اتلتيكو مدريد واياكس. الاربعه دول هم اللي كانوا مفاجاه بتوع الموسم. يلا بينا على طول هنلعب ماتش لقاء بالفرق المتاهلين، لقاء بالفرق الغير متاهلين. فيلا بينا على طول هنلعب بالمتاهلين الاول. حاسس ان تشكيلتي قويه بزياده صح، لكن هم تشكيلتهم بص لا تشكيلتهم تعبانه والله. مش عارف اقول لكم على حاجه، خلينا نعيدها مره ثانيه لاني يعني هديهم على وشهم جامد، فنعيد مره ثانيه. اوكي يعني دي ممكن دي ممكن تبقى حلوه بالنسبه لهم. خط الوسط عندنا قوي جدا، بنزيما، نيمار، وجنابري في الهجوم. عندك الناحيه الثانيه برضو تشكيلتهم نوعا ما كويسه، فيلا بينا. اوكي يا رجاله، لقاء المتاهلين الى دور ال 16 امام الغير متاهلين من المجموعات، فيلا بينا على طول يا شباب باذن الله نفجر الدنيا ونلعب لقاء حماسي جدا جدا جدا. يلا بنزيما، حلوه بنزيما، نيمار، ايه نيمار الغدار، فيها فاول سيد الحكم. لا خلي بالك، خطيره، روح يا نيمو. نيمار الغدار لبرنالدو. لا انا ما شطتش ليه، يخرب بيت غبائي، هاي الحمد لله. طول ليه برضو، لا ما جتش جنبه والله يا جدعان. جول، والله ما جيت جنبه يا جدعان، والله ما جيتش، ما لمستوش حتى. حلو الصراحه، جول جميل، ما حدش ينكر. طب احنا غالبا لحد دلوقتي ولا هجمه على المرمى، يعني ولا هجمه واحده حتى توحد ربنا. دي حاجه خطيره. نيمار يلعب لبنزيما، بنزيما مش عارف اشوط، كل ما اجي اشوط يقفشوني، ما تفهمش في ايه. حلوه وولكر، عالمي يا وولكر، يخرب بيتك يا وولكر، يخرب بيتك يا روديجر انت كمان، مش فاهم في ايه. هوب برنالدو سيلفا، جول في الشباك يا حبيبي، في الشباك اخيرا بعد معاناه. بنزيما بيعاني حرفيا. شوف جرب الكوره، شوف عمال يقطعها من الواد، خبط الواد، تعالى يا هات الكوره، خد الكوره ويباصي على طول، برنالدو في القائم وتدخل في الشباك. لا خطيره. لا يا بنت اللذين، الحمد لله تلعب متخلف. المكان خطير، فاول، نفس الفاول لكن فاز بيها تالق. نيمار، بنزيما السرعه، بنزيما السرعه مطلوبه. لا كرة في القائم يا بنزيما، خلاص خلص. ضربة جزاء هي اللي هتروح. الله نيمار احسن واحد يشوط ضربة جزاء، فلازم تركيز عالي يا نيمو يا نيمار. جول ضاعت، احسن واحد ضيع. ركز، جابها، يلا جابها. جنابري هيضيع جول. ماشي، ماريا صاحب الهدف، صاحب ضربة الجزاء، صاحب الضربة الحرة، جيبها جول كمان. ماشي، حكومة جول، عاشق جول. توريس حطها في النص برضه، ابن اللذينة. برناردو سيلفا جول، جابها جول والله، عاش يا برناردو. الله شباب لازم نصد واحدة يا شباب، شمال، بسرعة راحت يمين. فالفيردي ضيع جول، ضيع جول آخر تسديدة، لو جابوها كسبوا. شمال، انا رايح عكس في كل التسديدات، انا رايح عكس. يلا نلعب بقى بالفريق، الفريق اللي ما تاهلوش كسبونا ماتش، خلينا نشوف بقى هنلعب بيهم ونشوف هنعمل بيهم ايه. اوكي انا بدلت معاهم، خدت دي بروين، حلو الكلام. ماشي، خدنا دي بروين منهم، خطفناه. مش مهم، انا دوست بالغلط اصلا وكنت هطلع، لكن خدت دي بروين الصراحه، قوانين، انا حاطط قوانين بمزاجي، والله خطه كويسه، يعني خطه مش وحشه ابدا، يعني هم برده فرقتهم مش قويه، لكن الدفاع بتاعهم رهيب، جدا كده. الفرق اللي ما تأهلوش لدور ال 16 1-0، يعني متخيلين الفرق اللي هم خرجوا اصلا من دور المجموعات حتى الان متقدمين بنتيجه 1-0، فهل يا ترى هيستمروا ام لا؟ الونسو، حلوه يا الونسو،
حلوه فيليكس ديمبلي ديمبلي والولا ديمبلي يا عالم يا ديمبلي جول 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 عالمي. الفرقه قويه جدا جدا جدا. الفرقه ما تاهلتش والله حرام يعني حرام كل الفرقه دي ما تاهلوش يا شباب. اليوفي والبارسا واياكس ومين تاني واتلتيكو مدريد كل دول ما تاهلوش. تخيلوا دول كانوا تاهلوا على حساب مثلا فرق تانية موجوده حاليا في الدور 16 كان هيبقى الدور 16 تاريخي. فيليكس يا ولد يا ديمبلي يعدل على طول ويسدد جول عالمي عالمي انت يا ديمبلي. شكل الفرق اللي ما تأهلتش أقوية جدا يا شباب وهيعملوها مرة تانية وهيكسبوا بإذن الله اللقاء رغم ان اللقاء اللي فات يعني ضربات جزاء لكن هم كانوا احسن الصراحة في الشوط في اللقاء كله. يلا فاتي دي بروينة دي بروينة دي بروينة دي بروينة هو الغش في اللقاء. هم خدوا بوجبا يعني هم خدوا بوجبا برضه. بيتك يا بيكيه عملت يا بيكيه الزفت بيتك يا بيكيه يعني والله مش عارف اقول ايه. صلوا الكورة حلوة فيها فاول جرب الونسو جرب الونسو ماشي ماشي والله هي والله هي الناحيه الثانيه عثمان يو انا بلحق ولد ولد يا ولد يا ولد يا دخلتش دخلت جول حلوه يا جريزمان وصلت له برضه خبطوا بعض في اخر وصلت له بيسجل خطيره هي ديمبلي ديمبلي راح ديمبلي ديمبلي رافينيا جول 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 دخلها في نفسه الحمد لله دخلها في نفسه خوان برنات خوان برنات في وقت قاتل جدا 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 بيدخلها في نفسه. شوف ديمبلي والهربة ديمبلي هرب ديمبلي هرب شوت شوت ديمبلي ويلعب السرول واصل لرافينيا لكن هو لحقها. تعادل خطيرة التعادل خطيرة التعادل والله التعادل فوق نبري بيسجل التعادل وماتش بيولع تاني. ماركوس الونسو الونسو فيليكس فيليكس اوه التسديده حلوه حلوه يا فيليكس بين الاثنين روح ديمبلي العب لرافينيا رافينيا لا 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 ما لحقهاش ما لحقهاش كان هيباص روح يا ابني روح رافينيا رافينيا راح رافينيا راح رافينيا يا رافينيا جول عالمي 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 يا رافينيا يا رافينيا اسطول ديمبلي مان اوف ذا ماتش عامل جاب جول ويعتبر عامل اسيستين يعتبر عامل اسيستين ورافينيا بينزل بيسجل جول. لو رافينيا كان جاب الجول اللي فات كان هيبقى سجل هدفين. شوف رافينيا يا ولد استلامه وافرش افرش قلبه افرش قلبه وعلى طول بين رجلين ايدرسون بين رجلين لا لا جول جامد جول جامد قوي الصراحه جول جامد الصراحه. ده تقريبا احسن جول دخل في حلقه النهارده. شوف 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 قلبه في مهب الريح قلبه 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 في مهب الريح وكوبري على طول في الشباك ايدرسون مرعش جول طيره لا لا حاسب 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 بالله عليك ضرب جزاء النقاش عايز يخلص بوجبا اللي راح جول النقاش عايز يخلص النقاش مش عايز يخلص انا تعبت والله زوري وجعني. ركلات جزاء مره ثانيه بيلي اول تسديده عثمان اول تسديده ضيع لا والله جول عاش عثمان. ساديو ماني ساديو ماني حطها في سقف الجول ماشي ماشي يلا يا رافينيا يلا يا رافينيا حطها جول يا رافينيا ثبته ثبته ثبت ادرس جنابري اللي سجل هدفين وعادل عادل الريال بيجيبها جول. الونسو الونسو ضايعه لا والله جول والله جول وحش الونسو. جوليان الفاريز الفاريز وشالها شالها شالها تير شتيجن دي بروين ضايعه لا والله جول. مين اللي ضيع يا دي بروين يلا هنا موجود يلا فالفودين 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 شمال يا ولد يا عرب يا اخيرا كسبنا اخيرا يستحق الصراحة. وبكده يا شباب الفرق اللي ما تأهلتش الدور ال 16 اقوى من الفرق اللي تأهلت طبعا في اللعبه يعني لعبنا ماتشين اهو زي ما انتم شفتوا وكسبوا اللقاءين مره كان معايا ومره كان ضدي وكسبوني برضه. فبس يا رجاله اتمنى تكون الفيديو عجبكم استمتعتوا بيه زر لايك واشتركوا في الشركه معاكم محمد نبيل. دايما اشوفكم في الحلقات الجايه مع السلامه يا شباب.